السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. اليوم سيتضمن درسنا 3 فقرات، وذلك تحت طلب بعض المتابعين. ستتكون الفقرة الأولى من تعديل النصوص والصور من كوريل درو. الفقرة الثانية كيف نثبت الخطوط داخل الكوريل درو. الثالثة كيف نقيس طول التطريز وعرضه بالسنتيمترات. سنبدأ الآن التعديل من داخل كوريل درو. طبعا نعدل النصوص أو الصور أو حتى الأشكال الهندسية من داخل هذا التطبيق قبل البدء أو التحويل إلى تطريز. نضغط بالكيبورد على كتلر زائد الحرف جي، ثم نبدأ بالتعديل. إذا لم نضغط على الكتلر والجي لن تظهر معنا خطوات التعديل. هنا نعدل الحروف، ثم نأتي للخطوة التالية أو التعديلات الأخرى. نستخدم هذا الرمز، ثم نمر على جميع الخطوات حتى نريكم كيفية تعديلها. ربما هذه التعديلات تسمح بها الرسومات الكبيرة أو المربعات أو الدوائر، حيث يتم إمالتها وتصغيرها وتكبيرها وهكذا. أما في النصوص لا يظهر ذلك بشكل جلي كالرسومات. سأمر عليها واحدة تلو الأخرى بشكل سريع حتى أريكم أنه لدينا مجال لتعديلها قبل تحويلها إلى تطريز، ومن هنا قبل أن نتحول إلى الويلكم. توجد تعديلات غير موجودة في برنامج الويلكم، أحيانا نحتاجها وقت التطريز أو وقت التصميم، تصميم الرسمة، رسمة التطريز، ولا نجدها في برنامج ويلكم. فبإمكاننا أن نعدلها هنا قبل أن ننتقل إلى برنامج ويلكم. هكذا فقط أريكم الخطوات أو مجرد لمحات سريعة لأريكم فقط كيفية تعديلها. هنا طبعا سيكون القص، سنقص الجزء الذي لا نريده. انظروا كيف اقتص ثم ازحته من مكانه. هذه التعديلات تكون ظاهرة وواضحة في الرسومات الكبيرة او في الاشكال الهندسية. هنا نرسم رسم عادي كأننا نرسم بالقلم. هذه خطوط يعتمد عليها المهندسون المعماريون، يعتمدون على هذا البرنامج بشكل خاص. هنا نختار الزاوية. هذه لا تفيدنا كثيرا في موضوع التطريز، وإنما في المعماريون والمهندسون وهكذا هم الذين يحتاجون لمثل هذه الأشياء. أما نحن أصحاب التطريز فلا نحتاج إلا للنصوص أو لتحويل الصور أو ربما لتصميم شيء من البداية، ولكن من الويلكم. أما هذه فقد نضطر إلى العمل بها أو الرسم بها، ربما نضطر وربما لا نضطر، ولكن أريكم فقط للمعلومية ولزيادة المعرفة، وقد ربما تحتاجون لا نعلم. أيضا يحتاجها المصممون في مجال النحت أو حتى المعماريون، يستخدمون هذه الأشياء وهذه الأشكال. هنا الجداول، أمر عليها بشكل كامل فقط لأريكم. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي تثبيت الخطوط. ندخل على محرك البحث، نبحث على موقع عرب فونتس. هذا الموقع صراحة موقع رائع، فيه جميع الخطوط التي تخطر في بالكم كلها موجودة هنا، وأيضا الزخارف. من أراد أن يثبت أي خط فهو موجود هنا، الرقعة، النسخة، الديوان، كل الخطوط موجودة هنا. ندخل على الخط الذي نريد، ثم تأتينا مثل هذه القائمة. نختار الخط ونضغط على تحميل مباشر. يتم تثبيته
بل تنزيله، يتم تنزيله في الجهاز، ثم من هنا أثبته عندنا في الكورل درو أو برنامج الوورد، أي برنامج يعمل بالكتابة في هذا في أي جهاز من أجهزتكم سيتم تثبيته فيه. هذه الخطوط جميعها مثبتة بهذه الطريقة. نذهب مرة أخرى، نعود إلى البداية، نختار أي قائمة من قائمة الخطوط، نختار الخط الذي نريد، هنا تحميل مباشر، يأتينا هذا الإعلان، نغلقه ثم نحمل الخط. تم التحميل أو التنزيل، نثبته مباشرة فيظهر لنا على برنامج الكورل درو. نغلق هذا الإعلان، أيضا لدينا طريقة أخرى وهي تثبيت بشكل ملف، سيأتينا ستظهر لنا هذه الإعدادات أو التعليمات. تم التنزيل بشكل ملف مضغوط، نفتح ضغط الملف ثم ندخل على الملف، وهذا الخطين اللذان تم تنزيلهما عندي في الجهاز. نبدأ بتثبيت كل خط على كده. نأتي للفقرة الثالثة والأخيرة وهي كيف نقيس التصميم بالسنتيمترات. انظروا إلى هذا المربع الذي أمامنا، مقياسه سنتيمتر واحد، يقاس بسنتيمتر واحد طولا وعرضا. طبعا كيف نظهر هذه المسطرة التي هي أمامكم؟ نضغط بالكيبورد على حرف M فتظهر لنا هذه المسطرة. فنبدأ بالقياس بزر الماوس الأيسر، نضغط يمينا ويسارا، هكذا نقيس بالمسطرة، نضغط على الحرف M ثم تظهر لنا المسطرة، فنقيس طول وعرض التصميم الذي أمامنا. كلما ضغطنا بزر الماوس الأيسر اختفى الخط، وهكذا حتى ننتهي من قياس الشكل الذي أمامنا، نقيسه طولا وعرضا. انظروا إلى الأرقام هذه التي في المربع الأبيض، هذه الأرقام هي نفسها الأرقام التي موجودة هنا بالأسفل في العرض والارتفاع، نفس الأرقام في العرض والارتفاع. نرسم شكل آخر كمربع أو مستطيل حتى نريكم بشكل أوضح، نريكم شكل المتر أو شكل المسطرة التي في أعلى صفحة الويلكم. انظروا إلى هذه المسطرة، طبعا بدأت من الصفر، من الصفر إلى 20 يعتبر 2 سنتيم، طبعا العشرة يعبر عن السنتيمتر الواحد، 20 2 سنتيمتر، 30 3 سنتيمتر، وهكذا. قياس الويلكم بالعشرات، أما قياس المتر العادي هو بالآحاد. انظروا إلى الخط الأزرق، هذا يعتبر المتر، والأرقام التي بالأعلى هي نفس أرقام المتر وإنما بالعشرات، يتم قياسها بالعشرات، أما المتر فبالآحاد. أتمنى تكون وضحت لكم الفكرة، سواء كان بالطول أو بالعرض هو نفسه، قياس الويلكم بالعشرات أما قياس المتر بالآحاد. بهذا أكون قد أتممت درس اليوم، إن شاء الله سيكون واضح لديكم، وأي سؤال أو استفسار سأضع حسابي إنستغرام في صندوق الوصف. أهلا ومرحبا بكم جميعا.